نحن الآن في الجزائر، البلد الذي لديه العديد من الدروس التي يستطيع مشاركتها فيما يخص مكافحة الإرهاب. أعتقد أن كل تقدم الذي يمكننا الوصول إليه لتكون لدينا أرضية للأمن والسلم والحوكمة في القارة سيساعدنا في انتزاع إنجازات جديدة في حربنا ضد الإرهاب، وأيضا في تنمية دور القارة في الهيئات الدولية في وقت تعرف فيه التعددية تهديدات. ما نقوم به في وهران يعزز العمل الإفريقي، وهذا شيء مهم. كل الملفات المتعلقة بالسلم في إفريقيا مهمة، لا أتحمل مخاطرة ترتيبها وفق الأولويات لأنها كلها مهمة. ما نريد فعله هو ترتيبها وفق التنسيق بين الأعضاء ثم بينهم وبين المقر في أديس أبابا، فهم يحتاجون دعمنا السياسي. ثانيا، يجب دعم بعثة الملاحظة التابعة للاتحاد الإفريقي في نيويورك.